اهلا بيكم في تكملة كورس السوليد ووركس. تمام، هنكمل ادوات السكتش. احنا كنا عملنا اللاين وعملنا ريكتانجولر، عندنا برضو اداة مهمة اللي هي السيركل، اللي بنعمل بيها الدايرة كده وبيعمل بيها وتحدد بيها الريدياس. فالريدياس هنا مثلا هيبقى 50 وتقول انتر علشان يحدد الـ50، وهنا تقول له كلوز الدايلوج. تمام كده، فعمل لك برضو كده. طيب السمارت دايمنشن برضو هنا لو علمت على الدايرة هيجيب لك الديامتر بتاعها زي ما احنا شايفين كده، وتقدر تقول له مثلا تغير الديامتر زي ما انت عايز. فدي كده ازاي اعمل سيركل. تمام، السيركل برضو ليها طريقة تانية، باللي انت تفتح من عن طريق نقط في محيطها. تمام كده، 3 نقط وليكن زي دول كده، وبعد كده بقى تدخل الراديوس اللي انت عايزه. دي لو انت عايز تعمل الدايرة مماسية او لنقط معينة. تمام كده، فدول كده طريقتين لعمل الدايرة. شكرا لحضراتكم.